السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم وصفة ديال بافوس دي غولف. كان سبق لي وحضرتها معكم بشكل، ودابا غنحضرها معكم بواحد طريقة أخرى. بغيتوا تعرفوا كيفاش كنحضرها، كيفاش كنوجدها، يلاو معايا. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو في تحضير الغولف ديالنا. عندي هنا 250 ديال الدقيق الابيض، غادي نحطو الماكينة. عندي هنا السكر 35 غرام. هاد المقادير كاملة اللي غنحتاج نحطو في مرة واحدة. عندي هنا الحليب 100 غرام. خميرة الخبز عندي 5 غرام. عندي ملح عليه 3 غرام، واحد البيضة، و 125 غرام ديال الزبدة. غنحط جميع العناصر في آلة العجن ونعطيها تعجن واحد 3 دقائق هيدا وغنطفي عليها. صافي، بعد ما عجناها 3 دقائق حتى 4 دقائق، المهم تدخل ديك المكونات كتجي هيدا، كتجي شويه جاريه. غادي نخليوها تشد في راسها واحد 4 ساعه ونجيو نكملو نخليوها ديك الساعات تخمر باش نشكلوها. هيدا كتجي هي العجينه بعد ما خلينا ديك 4 ساعه ارتاحت. دابا غنشكلوها، نشوف شويه ديال الدقيق. كيفاش كتجي العجينه؟ ما خصهاش تجي قاصحه، ما جاريه بين وبين. نحاول نشرح العجينه شويه ديال الدقيق، هنا كتلتصق. شويه غادي نحاول نقسمها في كويرات صغار، ما فيهم 40 غرام. شكلهم 40 غرام، وزنهم الميزان. غادي ناخد نعبرها من فيهم 40 غرام. هشكلهم هيدا 40، تنساليهم كاملين، وهنا كنوزن في الميزان. هنا راه كبير. هما بعد ما عبرتهم 40 40، غنستعمل شويه بالدقيقه باش نجمعهم وصافي، ماشي يعني غتعمروا بالدقيق، غير بشويه باش تجمعهم وصافي. ونحطهم في واحد اللاطا يخمروا غير بهذا الشكل. هيدا نحيد لهم ديك الدقيق، لانه هما كيلصقوا العجينه خفيفه كتلصق غير هيدا. صافي، نحطهم في اللاطا غير بشويه غير هيدا. يدي في هذا باش ما يتلصقوليش. صافي، غنجمعو. نخليهم يخمروا. ما دوزهمش في الدقيق بزاف، غير حط يدك هيدا وصافي. نحاول نزول الباقية. هادا غادي نجمعهم ونشكلو كويرات بهاد الحجم. هادا
يدي شويه بالطحين، لان يعني العجينه كتلصق الا ما عملتيش يدك في الدقيق تبقى تلصق لك في يدك. وما نفهمش الدقيقه شويه كنحاد يدي ده وصافي باش ما تلصقليش. صافي غنخليهم يخمروا، هما لي غرف ديالنا شكلتو، غنخليهم يخمروا ونغطيهم ونخليهم يخمروا. ها هو لي غرف ديالنا، ها راه ضعف الحجم ديالو. شويه ديال الزيت، الماكينه كتكون سخونه، ونزيد شويه الزيت، زيت نباتيه، شويه ديال السكر، غندوز السكر، نسد هنا، غنشد عليه واحد 6 دقايق ونفتح عليه. طابو، المهم المدة ديال الطهي ما تعداش 6 دقائق، المهم 5 دقائق هكذا، وطلع عليهم وشوفوهم. صافي، ها هو الشكل النهائي ديال الكولف ديالنا، ها كيفاش كيجي، ما كياخذوش الوقت، صافي الطياب ديالو 5 دقائق كيكونوا طايبين، هاد الشكل كيجيو. كيفاش كيجيو لي غولف ديالنا؟ كيجيو روعة. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوهم. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوناش بدعاكم وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.